كرة من حسين بن عيادة وتنفيذ المخالفة للنجم الرياضي الساحلي. دفاع الترجي بعيد تقريبا 3 أمتار على منطقة الجزاء. كرة طويلة على القائمة الثاني خطيرة للنجم، ما زالت الكرة والفرصة والرأسية وكرة ضربة مرمى خطيرة كانت الكرة، كرة ثابتة للنجم الرياضي الساحلي خطيرة جدا في هذه الفترة الثانية بفضل المنفذ حسين بن عيادة على القائمة الثاني. كرة مالك بعيو، شوف التنفيذ ممتاز، زين الدين بوتمان يرفع الكرة، بونغونغا مالك بعيو يلمسها بالرأس والكرة خارج الميدان. احتجاجات لاعبية ليتوال عناصر النجم على وجود بينالتي ومخالفة في منطقة الجزاء. إذا للطيف عديد الحالات في هذه الفترة الثانية، نضال وحديث مع نعيم حسني وكذلك حسن عبد العال. رب يكون في العون الحكم نضال الطيف، ضغط كبير على الحكم وأجواء كبيرة في استاد أولمبي سوسة كانت مشحونة في الشوط الأول، مباراة حساسة جدا. الفار يعاين في انتظار هل سينادي لنضال الطيف أم لا. يتواصل التشويق في شوط ثاني، 0-0 لكل المشاهدين هناك في استاد حماد العقربي برادس، بطاقة صفراء لمحمد أمين بن حميدة. 0-0 بين النادي الإفريقي والنادي الرياضي الصفاقسي. ترتيب الآني بالنتائج الآنية، ترجي 23، الاتحاد المنستيري 21، النادي الصفاقسي 15، الإفريقي 14، ليتوال 11، واتحاد بن قردان 3 نقاط. نضال يواصل النضال في هذه المباراة الكبيرة. أي قرار لنضال الطيف؟ العودة لتقنية الفار، العودة مجددا لتقنية الفار. هناك شك في لقطة، هناك شك. هذه الكرة من حسين بن عيادة، كرة كانت مرفوعة عند، سنتابع في المباشر اللقطة المشكوك فيها. هناك يعني علي المرزوقي مع صدام بن عزيز، هذه اللقطة ممكن اللي يحاول يركز عليها الفار. هذه الكرة على المرزوقي وصدام بن عزيز، هل هناك مسك ممكن من القميص؟ هذا اللي قاعد يشوف فيه الحكم من نضال الطيف. تمام حمدون، انظر يا تمام، عاين يا حمدون. هذه الكرة مرة أخرى معا في المباشر لكل مشاهدينا متابعينا الكرام في تونس والوطن العربي الكبير. هذه اللقطة والشك في ركلة جزاء للنجم الرياضي الساحلي. يعود نضال الطيف في 73 دقيقة، نضال الطيف يعلن ركلة جزاء هذه المرة، بينالتي للنجم الرياضي الساحلي. النجم بعد إلغاء ضربة الجزاء الأولى، نضال الطيف يعود لتقنية الفار ويمنح بينالتي وبطاقة صفراء لعلي المرزوقي. ضربة الجزاء الرابعة ضد الترجي والخامسة للنجم الرياضي الساحلي هذا الموسم 2021-2022. يتواصل إلى التشويق في كلاسيكو تونس بين النجم الساحلي والترجي. حسين بن عياد مع صدقي الدبش، حسين وصدقي، 1-1 أم 1-0؟ تبقى 1-0 أم يغيرها يحركها النتيجة حسين بن عيادة؟ البينالتي للنجم الرياضي الساحلي يقبل الرواتبي في أول مباراة مع الفريق الأول ابن النادي وفي حوار ومباراة كبيرة أمام الترجي الرياضي التونسي بقيادة مدرب الخبرة نبيل معلول. نبيل معلول مع الترجي أمام ليتوال، هذا الكلاسيكو السادس بعد الخسارة في أول مواجهة 9 يناير 2011، 5-1، حقق 4 انتصارات متتالية. نهائي الكأس 2011 1-0، 2012 في بطولة الدوري 2-0، و2012 بدوري أبطال إفريقيا 1-0 2-0. علي جمل لا يريد أن يشاهد ركلة الجزاء،
مباراة أعصاب ممنوع فيها الخسارة للفريقين. بن عيادة دبشي، حسين بن عيادة والصدقي الدبشي، ننتظر نترقب، يتقدم حسين بن عيادة ويعدل النتيجة. هدف لهدف بين النجم الساحلي والترجي، يطلق الأفراح في مدرجات أولمبية سوسة، يعدل النتيجة هدف لهدف في آخر ربع ساعة. تعود المباراة إلى نقطة البداية في هذا الكلاسيكو بأقدام الجزائري حسين بن عيادة. هدف لهدف من بيلانتي للنجم الرياضي الساحلي. أي ربع ساعة تنتظرنا، أي خاتمة لهذه المباراة. 1-1 بين الترجي والنجم الرياضي الساحلي. الاتحاد 21، الترجي 21، السي اس اس 15، الافريقي 14، ليتوال 12. هذا الترتيب الآلي، فرحة كبيرة في مدرجات أولمبي سوسة. صدقي الدبشي كان تبع الكرة، وحسين بن عياد بقوة يسدد، يسجل الهدف الأول للنجم ويعيد النتيجة إلى بدايتها. فرحة كبيرة من علي جمال الحارس السابق وابن الترجي الذي تونسي على مستوى التكوين. هناك فار تشيك في بطاقة حمراء لحسين بن عيادة بسبب هذه اللقطة الأخلاقية. نزال الطيف، نعم يقصي حسين بن عياد. بطاقة حمراء لحسين بن عيادة من النجم الرياضي الساحلي. الورقة الرابحة للإطوال في الشوط الثاني، شكل ورقة رابحة للمدرب قبال الرواتبي. دخول كان حاسم لحسين بن عيادة على الجهة اليمنى وفي تنفيذ الكرة الثابتة وفي تسجيل هدف التعادل. بن عيادة يسجل، يعبر عن فرحته بطريقة شاف فيها الحكم نزال الطيف وغرفة الفار أنها حركة ممكن لا أخلاقية، لهذا وجه البطاقة الحمراء وحالة طرد في الكلاسيكو. البطاقة الحمراء الثالثة للنجم بعد جاك مبي وياسين العمري. من الحكم وليد الجريدي أمام النادي الإفريقي والاتحاد المنستيري. نزال الطيف يقصي حسين بن عياد مع هدف التعادل. هناك معطى النقص العددي للنجم الرياضي الساحلي فيما تبقى من زمن في هذه المباراة. نزال الطيف لتوال هو أكثر فريق زفر له في مشواره التحكيمي بين الدوري والكأس. 14 مباراة، 7 انتصارات للنجم مع نزال، 3 تعادلات، 4 هزايم. الترجي مع الطيف في 11 لقاء حقق الفوز 6 مرات مع تعادلين و3 هزايم. نزال الطيف، حمد القسراوي، زرقاء، الإطار الطبي للترجي الرياضي التونسي. احتجاجات في وسط الميدان، يتوقف اللعب مرة أخرى. عشنا يوم الأحد الماضي أطول دربي في تاريخ الكرة التونسية، واليوم نقترب من رقم الدربي وممكن يكون أطول كلاسيكو في تاريخ تونس على مستوى الزمن، على مستوى التوقيت. في مباراة كان من المنتظر تقريبا أن تنتهي في هذا التوقيت وفي هذه اللحظات ممكن، لأن المباراة بدأت على الساعة 7 مساء بتوقيت الدوحة، 5 بتوقيت تونس. هناك محمد أمين كشيش يستعد للدخول في تشكيلة النجم الرياضي الساحلي. محاولة للتعامل مع البطاقة الحمراء قبل الرواتبي. نزال الطايف، فنيس البوسعيدي، حمدي القسراوي، هدف مقابل هدف. أجواء غير عادية بالمرة في مواجهة النجم والترجي الرياضي التونسي في هذا الكلاسيكو. بالرقم 4 اذا امامنا نشاهد في محمد امين كشيش المسؤول الاعلامي للنجم الرياضي الساحلي في حديث مع نضال الطيف ومجدي بن حجالي وايمن اسماعيل، حديث كذلك مع الكوادر الامنيه والامور التنظيميه لنكمل هذا اللقاء على خير ان شاء الله، لنكمل هذه المباراة على خير. أجواء متوترة مشحونة منذ البداية،
قرار من حكم المباراة نضال الطيف ممكن لإخراج كل من له من ليس له علاقة بالمباراة من محيط الملعب أو محيط أرضية الميدان بالأحرى.